رجعني لكم جديد ل 11:26 دقيقة. كيف ما قلت لكم هو اكتشاف سني وجه كوميدي نتوقع له مستقبل زاهر وبش يكون من أبرز النجوم الكوميديين في تونس وعلى ذمينتي وبش يرجعوا للحوار ذي وبش يقولوا وي صحيح ومي ما توقعت له. أنا نعرف اللي أنت بش توصل لبعيد سيف عمران. صح شريبتك قرب لي للميكرو يا سيف. أهلا وسهلا. صح شريبتك صح شريبت العبيد اللي يسمعوا فينا كل. إن شاء الله رمضانكم مبروك وإن شاء الله عيدكم مبروك وإن شاء الله ربي يخفف علينا. أمين يا رب. أمين يا ربي. كل عام وأنت حي بخير. عايش. مبروك نجاح دور مهريس. يعيش كيبارك فيك. كونسيون بالنجاح. وي كونسيون خاطر معناها نستنى فيها عندي برشا الحقيقة معناتها ملي بديت نستنى في أوبورتينيتي في مسلسل في رمضان حاجة نحلم بها ملي صغير. دونك جيتي كونسيون قبل حتى ما يتعدى المسلسل خاطر من قبل من معناها استغليت الفرصة كنت فرحان بالفرصة برشا واستغليتها وكهو. كيفاش جاي لو كونتاكت او الكونتاكت مع عبد الحميد بوشنيق؟ تفرج عليك مع لطفي العبدلي ولا تفرج عليك في رد بالك؟ كيفاش عافيت بيك؟ في رد بالك اول مرة بعث لي ميساج معناها بشي بور مو فيليسيتي على السكيتش رد بالك. المرة الثانية كونتاكتيني عزيز جبالي حكي لي اللي يحضروا في حاجة وخموا فيا معاهم دونك فرحت على الاخر. وبعد عاود كلمني عبد الحميد وتقابلنا وحكينا معناها الفكره شنو هي لو بيرسوناج شنو هو البيرسوناج اللي حكى لك عليه اللي هو مهريس دور بطوله في كان يا ما كانش مع جهه شيرني مع عزيز الجبالي. اول ما سمعت بالدور هذا اعتبرتها فرصه العمر. وي فرصه اي معناها اي اوبورتونيتي واحد باش يظهر الباسيون بتاعو الغرام والطالون اللي عنده هي فرصه العمر. انا معناها ما نعتبرش كونه بالنسبه لي انا اي حاجه باش نعملها هي فرصه العمر. يمكن معناها سكيتش دو 5 مينوت ولا سيري ولا فيلم ولا ان سبيكتاكل معناها ماذا بيا نكون ريسبونسابل في اي حاجه باش نعملها وماذا بيا ديما نحاول نجدد ونرتقي بالذوق العام كنت سيف انتوري بممثلين معناها كونفيرمي كيما عزيز الجبالي كيما جهاد الشيرني عندهم ادوار في مسلسلات عندهم تجارب اكثر منك. هذا خوفك ولا خليك بالعكس تكون مطمئن انت في يعني كيفاش يقولوا معناها ماكش خايف انتوري بعبيد ينجموا ينصحوك يوجهوك؟ وي الحقيقه بون فما كي تعرف لي عندك دي سيكونس مع جمال المداني ولا مع عبد الحميد قياس سي اون ريسبونسابيلتي ما لازمكش تضيع وقت العباد لازم تكون على اوتور. سينو الاولاد عزيز وجهاد هما صحابي معناها قبل ما يكونوا دي بارتنير والحقيقه عاونوني برشا وفرحان برشا اللي خدمت معاهم. الناس الكل معناها الناس الكل سهلت لي الخدمه من عبد الحميد جوسكو اخر عبد كان موجود في البروجي. شنو شاف فيك عبد الحميد شنو شاف في سيفك حاجه اكسبسيونيل ولا خليته يتجذب لك انت بالذات؟ هذه تسالوا لعبد الحميد. انا ما سالتوش انت؟ ليه عبد الحميد راه فيا مهريس معناها لو بيرسوناج راه في السكيتش اللي نعمل فيهم دونك هذاك علاش عيطت. مهريس كيما رينا انت خدمتو ليتيك نتاعو كيفاش يحكي والا بالعكس عبد الحميد هو اللي قالك لازم يكون هكا مهريس؟ عبد الحميد عنده لو بيرسوناج في مخه وراه في السكيتش اللي نعمل فيهم. معناها لي كونسيني ولا ديريكسيون ما صعبتش عليه برشا الحقيقه. عطاني كلكو كونسيني واضحين كيما لو طون سيك دو لا فوا كيف يحكي بهريس معناها البرود هذاك في صوته ما عندوش برشا مشاعر في صوته ديما نفس الطون وكل شيء. شنو اخر حكينا على البيرسوناج معناها فيزيكمون كيفاه. فوالا اول ما شفت الفكره نتاع كينيا ما كانش حاجه جديده مانيش مستنسين بها شخصيه دراكي فيش اللوك دراكي في زمن غير الزمن حاجه خوفتك ولا قلت ليه خليني ناخذ ريسك وكنت مقتنع ومتاكد اللي العمل هذا باش ينجح سيف؟ الخوف الحقيقه كنا خايفين خاطر سي بريمير معناها وستيل جديد اون فانتيزي تونسيه حاجه ما كناش نحلموا بها قبل. دونك فرحت اكثر من اللي خفت خاطر فرصه انك تكون موجود في اول عمل فانتاستيك في تونس.
دونك ما خفتش؟ خفت شوية ما الفرحة أكثر من الخوف، خاطر حاجة تتحسب معناها الارتيست. بالنسبة ليك أول ظهور دونك أنت داخل في الربح خارج من الخسارة؟ لا مش أول ظهور، أنا يمكن ما عنديش إكسبيريونس وصغير في العمر دو سكو تو فو، أما جو سوي تري سيليكتيف في الخدمة معناها كانت نجم تجيني فرص أخرى وما نقبلش أن يكون موجود فيها. دونك كيما حكيت لك أون فانتيزي، بالعكس حاجة معناها لوبورتينيتي ديجا نتاع الخدمة مع عبد الحميد مع حاتم مع الأولاد الكل، إكيب غولة مع لو فيت إن باش نعملوا أن جونر اللي ما تخدمش قبل في تونس، حاجة تفرحني ما تخوفنيش. كي تفرجت في الحلقات الأولى سيف، ونفس السؤال اللي سألته لياسمين، حلقات الأولانيين تعملوا ضجة كبيرة، توانسة ما فهموش، توانسة قالوا شنيا التخلويض هذا؟ سيتي بريفيو، معناها كنا متوقعين انه باش يكون فما ريفو سورتو الايامات الاولى، اما من بعد كنا نتصوروا اللي بالعبيد معناها كي باش تكمل تتفرج راهي باش تفهم نحن علاش عملنا هذاك الكل. يمكن لي زاتونت كانوا كي ترى الكوستيم وترى الاسامي لي بيرسوناج وكل لي زاتونت كانوا في بلاصه اخرى، العبيد يمكن كانت تستنى في عمل تاريخي بلهجه قديمه، معناها هذاك الكل كنا متوقعين، ومعناتها انه في الاول ماهمش باش يفهموا، اما هكريت معناها لي في بول دو نيج بشويه بارتير من الحلقه الرابعه تقريبا العبيد بدات تفرج وفهمت ايش حابين نعملوا من الاول، وبدات تفهم في الحكايه، وحتى انهم ولاو يعاودوا في كينيا ما كانش من الاول وجديد، خاصه الناس اللي ما تفرجوش. قاعد تسمع في ردود فعل الناس وخاصه يمكن في الميديا برشا يقولوا يمكن اكتشاف السنه هو سيف عمران افضل وجه جديد في الكوميديا. كيفاش كي تسمع يعني هكا سيف، كيفاش تقول هذا حاجه نخدمت عليها ولا جاتك من طبق؟ وي صافي بليزير، نفرح على الاخر، اما معناها ما بالنسبه لي انا ماذا بيا كل عمل نشارك فيه يكون اكتشاف، معناها بيان سور باش نفرح كي نسمع ممثلين كبار ولا نقاد كبار يشكروا في البريستاسيون اللي قدمتها. ما جست تقرب لي الميكرو سيف. نتمنى اني كل عام معناها نكون احسن اكتشاف. تتمنى كل عام تكون احسن اكتشاف. معناها راهو فما برشا ممثلين سنين تبارك الله عليهم وكهو معناها. بالنسبه ليك شكون اكتشاف السنه بخلافك انت؟ بو فما برشا، والله فما برشا، فما سي بو اصغر منه هي الكلمه، سي رياض حمدي حرقة. رياض حمدي اي الحرقه، استاذ كبير هو وكل شيء، ما نعرفوش الحقيقه قبل اول مره راه البيرفورمانس اللي عملها نتاع اوسكار معناها برافو. بعد الكوميديا هكا تحب تمشي للدراما للتراجيديا؟ بون ما نعرفش، انا باش نكون موجود في اي بروجي فيه عبد، فيه عبد يمن بيا، فيه عبد راني نجم انا نعاون، نجم نكون جزء من الخرافه اللي حبي يخرفها. الدراما ما نعرفش، انا اللي نعمل فيه توا ديجا ما كنتش نحلم بيه وانا صغير، معناها كنت نحب نعمل يون كارير دو ستاند ابور كهو. دونك توا التمثيل معناها هو جاني اكثر من اللي انا مشيت له. الدراما زيد كيف كيف اذا كان جات اكسبيريونس. تحب تكتشف روحك في الدراما؟ وي بيان سور ولا تعرف اللي انت تنجمها اما مازالوا ما اكتشفوهاش فيك؟ مش انا نجم، ما نعرفش انا نجمها ولا، اما كيما حكيت لك اذا كان فما شكون باش يراني في 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 حاجه معينه ما نجم كان نكون فرحان ونفرح كي نعاون عبد باش يشكل ان تابلو ولا باش. كي تفرجت هكا في الاعمال الدراميه اللي توا موجوده في رمضان 2021، ريت روحك في دور من الادوار بخلاف كان يا ما كانش قلت ما صبجيت في هالعمل هذايا الفوندو اولاد الغول جاسوس؟ والله الحقيقه لا، خاطر انا كي نتفرج معناها نبدا ديستون على الاخر، نتفرج وكهو فهمت، نغطس مع الحكايه، ما فماش دور معين، اما ان شاء الله نحب نجرب الدراما معناها. جاوك عروض بخلاف كينيا ما كانش السنه؟ وي. وين؟ ما نجمش نحكي خاطر عمال تعديت ونجحت وكل شيء، اما فرحان انا بالشوا اللي عملته
وظهر لي جي في لو بون شوا. احنا كي نشوفوا سيف عمران نشوفوه يمكن اكثر مره اكتشفناه في سامحوني في رد بالك في جوديتو قول قايل هوني نشوفوا سيف عمران موجود في سيت كوم في الحوار التونسي، ما صارش هذا، ما عرضوش عليك؟ الحقيقه ليه ما عرضوش عليك؟ ما نعرفش، راهو معناه مش خاطر انا نخدم نقدم في ديسكيتش في الحوار التونسي معناه لازم يكون موجود في السيت كوم تاع الحوار التونسي. اما يعطيهم الصحه زاد الاولاد خدموا خدمه كبيره وان شاء الله خلدون. في المستقبل اي ان شاء الله في المستقبل نخدموا مع بعضنا، علاش ليه؟ ريت روحك في ابن خلدون؟ والله الحقيقه متفرجش فيه برشا، ريت ثلاثه حلقات. اما لو تريو هذاك معناها سا فونكسيوني خاطر يعرفوا بعضهم بسام وكريم وجعفر جاسم. وجعفر فوالا معناها كي نسألك توا نقول لك شنو تاخو من جعفر جاسمي، شنو تاخو منه كفنان شاب صاعد؟ جعفر سي اون كروند انسبيراسيون راهو بالنسبه لي انا، معناها وانا صغير نتفرج فيه في التلفزه من العباد اللي تاثرت بيهم برشا وتفرجت فيهم برشا في المسرح في التلفزه، دونك ديجا تعلمت منه برشا حاجات. معناها جعفر ممثل كبير ومخرج مسرحي كبير وما تنجم كان تتعلم منه. معناها كريم الغربي، كريم خويا وصديقي ومن اول نهار دخلت لقناه الحوار التونسي معناها ولينا اصحاب فيسع، من وقت اللي كنت انا سيناريست معناها كنا اصدقاء ونسمع بعضنا ويشاورني في حاجات ونشاوروا في حاجات وكيف كيف تعلمت منه برشا. معناها شتاخو منه؟ ناخو منه لاسبونتانيتي نتاعو يمكن. بسام الحمراوي، بسام سي ان انورم تالون، معناها ممثل ممتاز برشا، يعمل في خطوات وزاده في الاخراج تبارك الله عليه، ان شاء الله ربي معاه. شتاخو منه؟ بسام ناخو منه يمكن لا ريغور، العزيمه نتاعو، ما يحبش يقف، معناها كل ما ينجح في حاجه يحب يتعدى لحاجه اخرى. شفناك اول مره يصيف في عبد اللي شو تايم، هذاك اول ظهور ليك؟ هاي اول ظهور. منين جيت؟ جيت من الفاك وقت انا ايتوديون، معناها انا في الماستير نتاعي، سمعت اللي فما كاستينغ دونك مشيت عملت كاستينغ قبلوني وقتها بديت. في تصريح ليك قلت انا فشلت في عبد اللي شو تايم. وي بيان سور. تعتبر روحك فشلت؟ الفشل عادي راه، والفشل لازم، معناها لازمك تفشل اكثر من مره باش تنجح، ومازلت راني باش نفشل معناها. عادي معناها هذيك اول اكسبيريونس بالنسبه لي انا، العالم تاع التلفزه وقتها غريب عليا، لي بلاتو وكل شيء، دونك ما كنتش حاضر فما عملتش حاجات انا فخور بها ولا تشبه لي برشا. فما دي سكتش يضحكوا وعاملين دي فيو نومبر دو فيو محترم. بيان سور، اما بالنسبه لي انا كنت جو فيز اكثر حاجات، حبيت يمكن نعمل اكثر دي سكتش، حبيت نعمل حاجات تضحك اكثر، ممكن كنت نربح اكثر وقت، فهمت؟ انت خرجت من عبد اللي شو تايم ولا هما استغنوا عليك؟ لا انا خرجت. انت خرجت. لطفي العبد اللي كيفاش كان التعامل معاه في عبد اللي شو تايم؟ والله ما كانتش فما فريكونتاسيون كبيره بلطفي العبدلي، معناها ما فنان كبير لطفي، انا نحترمه برشا وما ريتش منه معناها حاجه خايبه في الاكسبيريونس يخلطها معاه، بالعكس ما كي راه معناها كيف يخدم وكل شيء، نتعلم منه ونسرق منه، فنان كبير وكهو. اليوم تتصور هو يتفرج عليك يكون فخور اللي هو يمكن خرج من عبد اللي شو تايم سيف عمران؟ نتصور اي نتصور، خاطر لطفي راهو معناها هو اللي هو سي لوي كيما شوازي في الكاستينغ. شاف فيك حاجه معناها؟ وي بيان سور معناها. وحتى وقتها كي بدا يحضر في ليميسيون نتاعو كان عنده اون ديزين ديوموريست خذاهم في الكاستينغ، اختارني انا باش نكون معاه في اول حلقه، دونك من نجم نكون كان مدين له معناها بالشيء هذا. اليوم انت مدين للطفي العبدلي، مدين لقناه الحوار التونسي جوديتو، مدين لعبد الحميد بوشناق، شكون اكثر واحد بالنسبه ليك مدين له؟ انا مدين للناس الكل، معناها اي عبد امن بيا، مش حتى روخ حطني معاه في ان بروجي ولا حتى بكلمه باهيه، حتى بكومنتير باهي، حتى بميساج، انا مدين لكل انسان معناها شجعني ومن بيا، من الكبير للصغير، من عائلتي لاصحابي
معناها الفنانين الناس كل. رد بالك مع مالك بالحاج اللي نحييه برشا برشا. مالك عنده ستيلو ياسر مزيان وكتيبة ياسر مزيانة، وعندي تربطني به صديقة قديمة. كوكو مالك. يسلم عليك ديجا. سلم علي برشا برشا. الكتيبة متاعكم ياسر مزيانة. علاش كي يجينا حد ممثل هوني ولا فنان كي نحكيه على الأعمال الكوميدية يقولوا ما فماش شكون يكتب، ما فماش كتيبة، عنا فقر في الكتيبة. هاكم موجودين؟ وي موجودين، مش ما فماش كتيبه راه بيتيتر، ما فماش لو كوراج، ما فماش لوداس باش نتبناو اعمال جديده. يمكن خاطر فما ستيل، فما ريتم معين متاع ضمار اللي وفاه عنده برشا، والعبيد مازالت معناها مكمله فيه، مازالت تغسل وتشلل. دونك ما فماش ايمان بالهبله جديده متاع لي سيناريست. سينو فما برشا دي تالون معناها كيما مالك كيما غير مالك، فما برشا عباد تعرف تكتب، اللي ناقص هو انه يمنوا بيهم وكهو. مازالوا اليوم ما يمنوش بالشباب سيف؟ فما الخوف بيان سور، معناها كي ترى سنا لو ريفو في الحلقات الاولانيه نتاع كان يا ما كانش، ناكد لك انا فما برشا عباد عندهم هبلات كيما كان يا ما كانش ولا حتى اكثر، اما يخافوا من الريسك، ما وصلوش الافكار نتاعهم خاطر لي بروديكتور يخافوا. خاطر في رد بالك قلت هوني في اي اف ام مع رامي، قلت اللي ماهمش عاطينها برشا كان جاي عندنا لي مويان، رانا كنا قدمنا خير من هكا. وانتم مقدمين ديجا برودوي مزيان ومحترم والناس تحبوا، شنو هو لي مويان اللي تحبوا عليه؟ والله تمنيت انا رد بالك، حلمت اني في وقت معين يولي ان كونسيبت وحده، معناها ديجا يتعدى كانه برنامج حاجه هكا. بون مش برنامج، اما يكبر كونسيبت اكثر، ليبيزود يولي فيه 15 مينوت 20 مينوت، تولي عندنا يوم برود وحدنا، معناها نجيبوا شكون يكتب معانا ابارنا نحن يعاوننا شويه. مزيانه فكره، مزيانه بالحق. وي معناها ان شاء الله علاش لا. قدمتها الحوار التونسي؟ اقترحت عليهم؟ لا مازال ما بون، ما نعرفش ساعة الكونسيبت باش يتواصل ولا، اما اذا كان باش يتواصل ماذا بيا كان يكبر اكثر معناها. يعني لو انت يقترحوا عليك انك ترجع في الحوار التونسي الموسم الجاي، تقترح عليهم انه يكون الكونسيبت اكبر من هكا؟ مش روبريك علاش لا. باهي نحكيو اليوم على نرجعوا على مهريس ودور مهريس. وين اكثر ارتحت، مع جهاد الشيرني ولا مع عزيز الجبالي؟ الزوز الحقيقة عزيز وجهاد انا راني فان بيهم، معناها كنت تفرج فيهم في التلفزة، دونك سو فو ان بليزير بالحق. زوز ممثلين موهوبين على الاخر، وانا فرحان برشا وباش نقعد ديما فرحان اللي انا خدمت معاهم، ونتكهن لهم الزوز بمستقبل كبير. انا كي راه اليوم لو ستاتيو اللي عند مثلا كمال تويتي ورؤوف بن عمر ولا فتحي الهداوي، انا نتصور انه بعد 20 30 سنه باش راهو عزيز جبالي وجهاد الشيرني في الستاتيو هذاك ان شاء الله. باش يكونوا كيما كمال التويتي ورؤوف بن عمر ان شاء الله ما خير، علاش لا. وانت كيما شكون؟ انا ما نعرفش، انا احسن واحد في الدنيا. والله ما عليك سيف انا حسيتك ماكش انت شبيك. شبيك ارخ في روحك. والله راهو خواف على الاخر. تو تخاف مني انا؟ انا اصحاب اصدقاء. نخاف انا، راني من الراديوات والتلافز هذاك، علاش يا عبيد راني ما نهزش برشا تليفون، كيجيني ميساج تاع اجا بحذانا واحد. ما تحبش الظهور الاعلامي. خاف من الكمامس والواحد. لا سيب روحك، لا فما كمامس لا حتى شيء. سيب روحك ما فماش ماء، جيبوا له ماء. جيبوا لي دبوزه ماء. والله كيف. شي حط فلي وليدي. والله دبوزه ماء يا رب. وامانه. يا ودي سيب تقول بشي دخل. في سعد هو. فما حاجه حلوه. الله جدني كريستال. والله ما نعرف، انا ديما اخزر لي ريت ديما كي نبدا جاي واحد هاي سايف يزيز تسيب روحك. نبدلوا الجو سايف. تراف لي ستاتيو اللي هبطوا فيهم بتاع الضحك، بيقول لك انا قولوا انا كيف نقول لهم نقرا جيني سيفيل وما يفهموكش، يقولوا انا بتاع المرمى هنا وانا بتاع الريجيم. تفرح بهم ديجا شيخ اللي ولا فما ميرسي امين. اشرب الماء. والله طفل داخلي طاح له السكر. يعطيك دود. والله يلزمني شوف لها حل احكي لي. علاش؟ سيب روحك فما شاي لاباس. تخاف نعرفش علاش. تخاف مني انا؟ يلزمني نترينا، يلزمني نشوف واحد. نكوتشيك؟ اي. وانا بالحق. في الاوف كي تسكروا الراديو في الليل.
تنكوتشيك وانا جاوك به ما تخافش سيب روحك وخلينا نفدلكو. احكي لي شنو الحاجات اللي ضحكوك في كينيا ما كاينش؟ احكي خلينا نبدل الجو، نحي لي بربي التابي، حط لنا تابي جو، خلي تولي تفرهد دخلي شيوني. شنو الحاجات اللي خايف؟ والله خايف على الاخر يا سايف، كيني ما نعرفكش تو نعرفك انت كول ورمو شكي يا سايف. بشوي بشوي نحيها الفاز. احكي لي على اكثر المشاهد اللي ضحكوك يمكن في كينيا ما كاينش، قعدوا هكا في بالك ما شكون اكثر كترشقت وضحكت برشا؟ بيان سور مع ديو نعناع وبرغل. اول سيكونس ضحكت فيها هي سيكونس مع بوغليده عصام عياري، هذيك اللي عوجت له فيها سيف. القوة الخارقة. أول سيكونس معناها ضحكت فيها وظهر لي أول سيكونس ضحكوا فيها ليكيب تكنيك. وسينو فما سيكونس الأخرى نتاع اللي نحكيو فيها بالإنجليز زعما إنجليز هذيك ضحكنا فيها برشا معناها. أنا مرة تفرجت عليك زيد قلت يمكن أكثر حلقة عجبتك في رد بالك وقت اللي عملت الحلقة نتاع الراب. وظهر لي حققت الحلم نتاعك مرة أخرى في كينيا ما كانش. وي. شان فخامة ذا فكر. هكا ولا؟ عجبتك التجربة؟ نجم نشوفوك رابور؟ شو أنا راني ما نعرفش معناها، أنا راهو اللي عملته إلى حد الآن معناها التجربة الصغيرة متاعي راهي كلها لو موتور متاعها هو الفيلينج اللي عندي معناها. الراب راني عمري ما رابيت قبل، معناها أول مرة رابيت في حياتي راهي في رد بالك. معناها ومزيانة برشا خرجت. أنا بيدي اكتشفت روحي في الراب في رد بالك، كي جات الفكره باش نعمل ايبيزود معناها راب وكل شيء وقتها بديت وين نصب في بالي باش يخرجوا خايبين، دونك بديت تخرج حاجه فما فلو فما دي تكنيك وكل شيء، حتى من سيف بيكا بمناسبه سلم عليه اللي صب لي في الاغنية هو معناها ما فهم شيء، معناها سخيني كنت الرابي قبل وكل شيء. اي فما تحس الموهبه. دونك لو راب بالنسبه لي انا زاد فن جميل برشا ونحبه برشا ونحب لي رابور على الاخر. شكون اكثر رابور هكا مغروم به؟ برشا فما نسمع الناس كل معناها فما برشا دي رابور يعجبوني. ينجم يجي نهار نولي رابور، مش نولي نعمل راب معني خاطر انا الكاسكيت البرانسيبال نتاعي ماذا بيا اني نولي ممثل سينور. وانا شفنا دي رابور وليوا ممثلين تو. وي اما انا لا انا لو ريف دونفون وحلمتي يعطيك شنو هذايا باش طلع لك السكر. مقرود والله حشمتكم والله سامحوني تزول. لا والله لا والله قعدتك عسل يا سايف. يعيشك. اش كنت نحكي يعني. تحكي على الراب. الراب ينجم كيما بعد شهرين نعمل راب كيما ينجم بعد 10 سنين، انا والفيليك معناه اذا كان صار ان ايفينمون ولا صارت حاجه حسيتني اللي انا لازمني نعمل اغنيه راب ولا البوم راب راني باش نعملها وما يهمني في حد. اعمل راب واحنا معاك يا خويا، كان تختار فيه تكيه مع شكون؟ عادي راه نولي نغني مزود راه بوليفالون، معناها ارتيست بوليفالون وين نحطوك تتحط مزود راب عندي كل. والا قاعد تكتشف في روحك انت ماكش فاهم روحك وين؟ نو مش نكتشف في روحي. هذاك علاش انا في رد بالك. رد بالك هو اللابوراتوار نتاعي انا نسميه، معناها الحاجات انا كنت متعلق برشا بالتلفزه وانا صغير، معناها نحب الفنانين على الاخر سواء ممثلين ولا مغنيين ولا هذاك علاش معناها نحب الفنون كل، معناها كنت حتى نصور وانا صغير، دونك مش نلوج في روحي، هذيك هي مع هذاك الفيلينغ هذاك اللي عندي، الحاجات اللي نجم نعملها مش اللي نجم، الحاجات اللي نحب نعملها راني باش نعملها وكا. سيف كي نقولوا لك اختار هكا فيت مع رابر، اختار لي رابر مش تقول لي رابرات الكل، شكون الرابر اللي تحب تعمل معاه فيت؟ اكثر واحد بلتي. بلتي. تصور يقبل بلتي؟ ما يهمنيش انا هو عطيتك وكا. كان يقول لك نحب فلوس تعطيه فلوس. بون شكون يعطي فلوس؟ انت تعطي فلوس لبلتي وبلتي مش للدرجه هذيك، ما حلمه بالنسبه لي انا ما فهمت، خاطر اول رابور سمعته وظهر لي اول جينيراسيون تاعي اول رابور سمعوه هو بلتي، ونتصور حتى لي رابور كلهم يحبوا معناها يعملوا ان ديو مع بلتي. برشا وحتى فنانين وتريين يحبوا يعملوا ديو مع بلتي. الشام فخا شكون كتب لي باغول نتاع ثلاثه كتبتوا كل واحد كتب البارتي نتاعو هو؟ لا كل كتبنا مع بعضنا معناها في هبله في قاعده كي فهمت. شاركت انت في الكتابه في كان ما كانش ولا لا؟ في الكتابه ما في الديالوج في لي سيكونس اللي فيها التريو ديما
قبل بليله نتقابلوا ونكتبوا مع بعضنا ساعات حتى قبل سيكونس بشويه نقعدوا ونخرجوا كيلكو فان وكل شيء. تخمم تعمل مسرح بار تنمي يمكن تو تحكي لي انت تقول لي انا مغروم بالتلفزه والفن وكل شيء، قول قايل لولايد صغير مغروم بالفن علاش ما مشيش للمسرح؟ علاش ما قراش حاجه في اختصاص هذا؟ والله بظروف معناها انت من قفصه ساي اي وي لا في قفصه برشا فنانين عبد القادر مقداد لطيفة القفصي. انا عمري 15 سنه ولا 16 سنه كنت نعمل ديسكيتش في اذاعه قفصه، عملت دي سيت كوم يعني راديوفونيك وكل شيء من عمري 15 ولا 16 سنه. دونك كنت نمارس في الفن من اللي انا صغير ومن بعد اكتشفت الستاند اب وليت نعمل في دي سبيكتاكل، ننظم في دي سبيكتاكل دو ستاند اب انا وصديقي ايمن كمرام من اسمه سلمى علي تحية لي. نظمنا برشا عروض ناجحه في قفصه معناها معناها جي اكزيرسي بون ماهوش مسرح ستاند اب سي اون ديسيبلين، اما نعرفش معناها المسرح وخدمت مع برشا مسرحيين وتعلمت من برشا مسرحيين. اما ما احترفتش المسرح. وي ما احترفتش وان شاء الله في القريب العاجل باش نعمل المسرح. بالنسبه ليك توا التمثيل والفن هي الخدمه نتاعك توا. وي بيان سور. ما عادش عندك ما تخافش كيما برشا فنانين يقول لك ليه لازم تبدا معايا خدمه اون باراليل على خاطر الفن ما ينجمش يعيشني في ستابيليتي. انا قريت انا قسيت على الماستير نتاعي معناها اما ليه مانيش خايف الحقيقه خاطر رافي روحي ماشي في ثنيه باهيه. وبقدرة ربي ينفع بك الخير. شفتك تحسيت لطف عليك لطف عليك. اما شفتك تحسيت مثلا من ريان الكشباتي الله يرحمه كتبت ستاتيو على الانستغرام قلت خلصوا ريان وخلصوا الحيين البارح هو غدوه احنا وانتوما واللي يعمل يعمل الروح. دونك تحسيت من هالحكايه. تبيع الله يرحمه الله يرحمه. شو معناها اوموا خلي حاجه من الحاجات اللي كان متقلق منها ريان خليها تتصلح. اذا كان ما خلطش عليها هو وهو حي الله يرحمه خلي حاجه من الحاجات اللي كانت هو تقلق ومتعبته خليها اليوم تتصلح. معناها القضيه راهي مش قضيه ريان توا معناها كسوا باش يخلصوه باش يخلصوا دارهم الطفل راهو الله يرحمه معناها هم وابوه والعبيد اللي يحبوه راهو ما فما حد شيء باش يعوض لهم. دونك خلي حاجه من الحاجات اللي كان هو يحلم بها وكان يحبها خليها تتصلح. وذاك اللي نحبه ان شاء الله حق ريان يرجع وان شاء الله كما قلت انت الفلوس ماهيش باش ترجع ريان اما على الاقل الحاجه اللي كان يجري عليها هو وحي وموا على الاقل بعد وفاته عائلته تاخذ حقه ربي يرحمه ربي يصبر عائلته. وان شاء الله ان شاء الله الفنانين اللي كل مره نسمعوا فنان تقلب فنان ما خلصتش فنان خدم صارت لك حاجه كيما هكا مره من المرات خدمت وما خلصتش سيف؟ لا الحقيقه ليه ليه؟ محظوظ معناها انت الحمد لله. الحمد لله الحمد لله كنت بين ايدي امينه خدمت مع ناس بروفيسيونيل وخلصوك وان شاء الله بيكون هكا التعامل مع الفنانين ان شاء الله الناس الكل معناها ان شاء الله الكل. اي عبد مقدوم ان شاء الله يخلص وان شاء الله دورين افون بالحق راهو خاطر اي عبيد مكرس حياتها معناها العبيد ماهيش تعمل في جو ولا تفدلك العبيد راهي تخدم. دونك اي عبد ماهوش خالص ان شاء الله يخلصوه كهو وان شاء الله بشويه بشويه ما عادش نسمعوا حكايات كيما هكا معناها وكهو. وانت خلصوك في حق دجاجتين؟ اي خلصت بيان سور. تقلبت في الجيش؟ اي خلصني برغلك ولا ملك خلصني. ولا طول الاعداد يقولوا لي في اللايف اللي نسلموا عليهم برشا برشا ناس الكل اللي يتبعوا فينا يحبوك بيان سور يحبوك برشا العبيد والطيبه نتاعك قاعده توصل للناس ظاهر فنان طيب خلوق وهذا يظهر رسماتهم على وجوههم وانت ما شاء الله عليك خليقه وخلوق يا سيف فماشي ما تسيب روحك شويه يا سيف. اي المره الجايه خير ان شاء الله. ما احلاك يا سيف والله العظيم انا شيخه معك انا فان بيك يعيشك وانت تعرف هذا فان بيك على خاطر معناها على بتيت عليك في الواحد. لا بالعكس مثال جيت في وقتها وخير كي جيت توا بعد ما قدمت عمل ناجح كان يا ما كانش تحب يكون فما جزء ثاني اللي كان يا ما كانش هذا بين يدين لي كرياتور نتاع السيري. اما انا نحب يكون فما جزء ثاني خاطر مازلت ما شبعتش بمهاري ما شبعتش بيه. حبيته؟ بيان سور اي بالطبيعه بالطبيعه. انت من المواطنين يسكنوك الشخصيات ولا نتخمر. نجم تفرق؟ نتخمر لو انه عبد الحميد
في السيري وصانا باش ما نغمقوش مع لي بيرسوناج خاطر احنا نفدلكوا في الاول والاخر ماهيش دراما معناها سي ليجي اللي نعملوا فيها ما انا ما نجمش معناها نغمق و فهمت مهريس ندور في مهريس خرج منك تو ولا مازال خرج عنده سايك تخلصت منه اي بيان سور اي ان شاء الله نشوفوك عم جاي في مهريس مره اخرى احكي لي فاش تتابع في رمضان شنو المسلسلات اللي تتابع فيهم تفرجت في كل شيء ما توا فوندو حرقه فوندو حرق بالنسبه ليك الافضل فوندو ولا حرق كي نقول لك اختار شو كل واحد في ريجيستر وكل واحد في ثنيه ما نحبش نقارن بيناتهم فوندو في معناها كونتينيتي الولاد مفيده الديالوج هذاك اللي فيه بروكسيميتي ما خرجوش من الولاد مفيده برشا. نو مش ما خرجوش اما لو ستيل هذاك نتاع سامي الفهري فهمت مش حاجه خايبه مدرسه سامي الفهري ولا مش حاجه خايبه معناها حرقه زاد مسلسل يفتق مسلسل يرتقي للنورم نتاع العالميه معناها وان شاء الله راهو في بلاتفورم كيما نتفليكس ولا شكون من الممثلين في الفوندو هكا كابتي وعندك كي تفرجت عليهم عجبوك قلت والله فلان ولا فلتينة فريمون ملا خدمة ملا إحساس ملا موهبة والله فما طفل صغير هذاك ولد نوردو نسيم بورقيبة كان مانيش غالطة نسيم بورقيبة طفل هذاك عجبني على الأخر وفي حرقة مهذب رميلي ورياض حمدي مهذب رميلي وسيمة كشكر وسيمة ومالك بن سعد كلهم أحلاهم خدمة مزيانة برشا والجاسوس ما فاشتش علي الجاسوس ريت شوية ما معناها ما تفرجتش برشا باش نجم نحكم عليه الحقيقة دونك تتفرج شوية شوية ملك مام سيري ليه والله ليه علي يا اخي ما يسألوكش على رأيك ما نحبش انا نعطي رأي في اعمال معناها انا نتفرج كيما الناس الكل وكهو تعرف جاي ميخو عرفت حذره هكا حاط تكية مفجوع وعليا مشيش يجبدوا لي فلان يجبدوا لي فلتين انت توا كلين هكا مضايف ما عندك مشاكل مع حتى حد لا مش يجبدوا لك اكس ولا يغيق نسألوا فيك كممثل كضيف كفنان محليهم العميل الكل يفتقوا واللي ما تفرجش فيهم باش نتفرج فيهم وبرافو الناس الكل والله والله أنا ماشي برافو سيف عمر انا كنحب نكمل هكا تحب العلاقه تكون باهيه مع الناس الكل والله شو مش علاقه ولا خاف من العرك ما فماش علاش فهمت بالحق فماش علاش خلي كل واحد يعمل جو في خدمته خلينا نقصد شويه نقصد توا المده الاخيره كانه الفنانين والممثلين فاقوا اللي ماهوش فايده انك تكلاشي اكس ولا تكلاشي غريغ ان شاء الله معناها ان شاء الله انتم جينيراسيون جديده هكا اكيد تريين الله يرحمه الله يرحم بالحق دونك ما فماش علاش معناها خلينا كنا اصحاب خلينا كنا نحبوا بعضنا خلينا كنا جونا باهي هذيك اهم حاجه خلينا نحبوا بعضنا والناس الكل تخدم على روحها وانا نحيي كل الاعمال اللي خدمت على روحها على خاطر كسوا نجحوا ولا ما نجحوش فما خدمه كبيره فما تقنيين مخرجين عمال ناس تعبت ناس سهرت باش يقدموا البرودوي هذاك للمتفرج التونسي انا فرحانه بيك برشا سيف عمران فرحانه بنجاحك نتمنى لك التوفيق والنجاح ان شاء الله نشوفك عام الجاي وفي الاعمال الجايه اكثر نجاح واشعاع خلي لك المود لافان المود لافان نشكرك على الانفيتاسيون وانا زاد راني نحبك برشا ونحب نشوفك برشا ونعاود نشكرك على الورقه الخضراء هذيك نتاع عرف ماجر مش نسيها لك ربي فضلك بالحق عزت بيا على الاخر فاز ومن القلب هذيك نحب نحيي العباد اللي عايشك ونحب نحيي العباد اللي خدمت الكل العباد اللي تعبت الكل وان شاء الله جاي خير وكهو ان شاء الله يا ربي خلينا الفن ميرسي بوكو سيف عمران شكرا ليك على حضورك معنا شكرا على رحابه صدرك والراحه محليك والله محليك وخلصوا في الجيشتين سيختو سيف عمران ميرسي توت ليكيب امينه بورانجا في الاعداد عزه في الاخراج ايمان وويام في الديجيتال انا كنت معكم اميمه عياري ميرسي ليكم لي انترفيو الكل تنجموا تتفرجوا عليهم على شين يوتيوب الخاصه بنا براديو اف ام ليلتكم زينه باي باي.